السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معادنا النهاردة ان شاء الله مع يونت 3 لسن 3 Writing Algebraic Expression. قبل ما نبدأ يا شباب، كله بيقول بسم الله. يلا بسم الله. طيب، هدفنا النهاردة في الحصة يعني يعتبر هدف وحيد، فعلا هدف وحيد، مش في كذا هدف ومش في كذا حاجة هتتعلمها، والحصة ليها أكتر من مفتاح إن شاء الله. يعني Learn Algebraic Expression and Written Verbal Expression. طيب يعني إيه يا ميس؟ أنت عارف يعني إيه Algebraic Expression صح ولا لأ؟ يعني مثلا معاك لما نقول مثلا X plus 5 ده اسمه إيه؟ اسمه Algebraic Expression. ليه؟ لأن عندي فيه Variable، عندي فيه Number، عندي فيه operation. مثلا لما اقول لك 2y algebraic expression اهو، تمام، انت عندك اكتر من شكل للالجبريك expressions بتاعتك، واحنا اتعلمنا الكلام ده خلاص. اتعلمنا كمان ان دايما او في ساعات كتير الالجبريك expressions ديت لازم هيبقى عندك operation plus minus multiply divide. اتعلمنا ان فيها فاريبل، وعرفنا ان الفاريبل ده هو السيمبل صح ولا لا. هو النهارده عايز يعلمك ان في علاقه، في علاقه، ده بيودي على ده وده بيودي على ايه. ده هما مين دول اللي بيودوا على بعض يا ميس؟ الالجبريك اكسبريشن وفيربال اكسبريشن. الجبريك اللي هو خلاص المناظر اللي احنا تعودنا عليها دي، فيربال يعني ان انت تكتبه بالكلمات، تقول لي كام كلمة كده، الكلمة دول، الكلمات اللي انت تقولها دول يوصلوني في الاخر ان هو قصده algebraic expression 2y مثلا plus m x plus 3 z minus 4 whatever بقى، ايا كان السيمبل اللي انت هتستخدمه. متفقين؟ يبقى انت عندك علاقة قوية جدا 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 بين algebraic expression وverbal expression. هما الاثنين، ده يوديك على ده وده يوديك على ده. انا ادي لك algebraic expression واقول لك اكتبه لي in word form، تمام، بطريقه words بالكلمات يعني، فانت لازم تعرف تكتبه لي بالكلمات. اديه لك بالكلمات واقول لك اكتبه لي in algebraic expression، فانت تقدر تحوله لي للمنظر بتاع algebraic expression، تمام. هو بقى هنا عامل لك تيبل، يعني هو ده مفتاح الحصة. هو التيبل ده بقى النهاردة هو ده أهم حاجة في الحصة بتاعتك. ليه؟ لأنه مجمع لك تقريبا كل الكلمات اللي بتعدي عليك وانت بتحول من algebraic expression، تمام، وبتستخدم words. يعني هو يديهولك زي ما اتفقنا بالalgebraic وانت هتكتبه بالwords. هنا بقى كل الكلمات اللي انت ممكن تحتاج لها علشان تغير من الشكل بتاع الالجبريك للوردس. ها، لما تتعامل مع اديشن مثلا هتلاقي كلمه اد، سم، انكريز باي، مور ذان، اكسيدز، توتال، بلس، ان اول، جين، ديبوسيت. الكلمات دي كلها بتعبر لك عن المنظر بتاع البلس. يعني لما يكون معاك مثلا تو نمبرز، والتو نمبرز دول مثلا اكس وثري، وبقول لك انا عايز تمام تعبر لي عن اكس بلس 3، تمام، يوزنج ووردز، تمام. ممكن تقول لي ايه؟ تعال نبص كده على التيبل بتاعنا. واحد ممكن يقول لي اد ذا تو نمبرز اكس اند 3. انت لو قلت لي بالكلمات اد ذا two numbers x and 3 هتروح تكتب لي x plus 3 صح ولا لا؟ طب لو قلت لي the sum between x and 3، sum يعني برضو هكتب لك x plus 3. لو قلت لي the total of x and 3 هتكتب لي x plus 3. يبقى انا كده بستخدم words، تمام، وبتتحول لإكسبريشن، أو يديلك إكسبريشن وإنت تحوله لوردس. واضحة الفكرة؟
طيب تعال نبص على اللي بعده في السبتراكشن، وطبعا انت عارف سبتراكشن يعني انت هتستخدم ماينس. طيب يبدأ يديلك الكلمات اللي هي المفتاح، المفتاح بتاع كل الأسئلة أو كل الحاجات اللي انت لما يكون معاك علاقة والعلاقة دي فيها ماينس اكتبها ازاي in words. طيب ها subtract، انا عارف subtract دي في موضوع فيه ماينس. difference لما يقول لك مثلا x minus 4، x minus 4 ويقول لك اكتبها لي in words، هقول له the difference between x and 4. وخد بالك ببدأ بالكبير اللي هو x، لان x هو اللي بدأت بيه الايه السبتراكت بتاعتي، المسألة بتاعت السبتراكت او الاكسبريشن بتاعي. فذا ديفرنس يبقى انا عندي ماينس بتوين اكس اند 4، انا كتبتها هي ان ووردس. هو ده موضوع الحصة بتاعي النهاردة، ان انت معاك اكسبريشن تمام اخد شكل الالجبريك وانت بتحوله لفيربال او العكس، هو بيديهولك بالوردس وانت بتحوله لالجبريك. لازم تبقى فاهم العلاقات كويس قوي بين الكلمات، متفقين؟ طيب decreased by fewer، انا لسه مكملة معاك في الكلمات المفتاحية لإيه للماينس. less than diminished by اقل ب، minus take away withdraw صرف، واحد صرف فلوس. reduced by magnitude of increase مقدار الزيادة تمام. كل الحاجات دي بستخدم معها كلمة او السيمبل بتاع الماينس، كلها كلمات هتساعدك وانت بتحل. طب multiplication لما يكون معاك multiplication، ها ايه الكلمات اللي لما يديني algebraic expression ويقول لي اكتبهولي using words هتساعدني؟ معاك multiplied by، product انت عارف كلمة product دي يعني انت معاك ايه multiply، times double، ودبل دي بنستخدمها لما يكون الموضوع فيه multiply by 2، دبل دي بنستخدمها لما يكون الموضوع او الاكسبريشن بتاعك فيه multiply by 2 او 2 multiply by. يعني يقول لك مثلا 2x ادي اكسبريشن اهو، طب اكتبه لي in words، هقول له double of x، double اهو multiply by 2، وممكن اقول له 2 times x، ادي شكل وادي شكل، وممكن اقول له the product of 2 and x، ودي شكل. بصوا ممكن الواحد يستخدم اكتر من طريقة لنفس الايه الالجبريك اكسبريشن اللي يكون معاك، يعني انت يديلك الجبريك اكسبريشن انت تحل بطريقة وصاحبك اللي جنبك يحل بطريقة وانتوا الاتنين صح. يهمني ان كلمة دبل دي معناها تو، المهم ان كلمة دبل دي انت فاهم ان انا هعمل ملتبلاي باي تو تمام. الموضوع عندي فيه multiply by 2. طب triple، triple دي برضو مفتاح معناها multiply by 3. خد بالك انا لما اكتب الاكس في الاول دي multiply by 3، انما لو كتبت 3 اكس بالمنظر ده يبقى ده كده اسمها triple of number x، دي كده triple of number x. بص كانت الجبريكا هي كتبتها in words، كلمة triple الموضوع عندك فيه multiply by 3، multiply by 3. ممكن اصلا علشان محدش يتلخبط بين علامة multiply وعلامة x احنا ممكن اصلا نستخدم symbol تاني خالص يعني نخليها مثلا y 3y كده، محدش بقى هيتلخبط في كلمة multiply. ها 3y يبقى triple of y، triple دي يعني ايه؟ يعني 3 multiplied by ال y، دي معنى كلمة triple 3 multiplied by
number الواي ده يطلع زي ما يكون، يبقى triple الموضوع فيه 3 multiplied by. طب twice، twice عاملة زي double بالظبط، twice عاملة زي double بالظبط، يعني يبقى multiply by 2. ما خلاص بقى، ما احنا قلنا كلمة double يعني multiply by 2 صح كده؟ يبقى انت كده الكلمات دي مفتاحية مهمة جدا جدا في الاكسبريشنز بتاعتك. لما تروح بقى عند الديفيجن معاك divide، quotient، بير، divided equally، split into، fraction، ratio of، half، third. طبعا half دي يعني divided by 2، third يعني divided by 3. خد بالك ان half or third ليها طريقتين في الكتابة، ليها طريقتين في الكتابة، تمام؟ يعني لما اقول لك half of a number، half of a number، انا كده كاتب لك ايه؟ انا كده كاتب لك verbal expression، كاتب لك verbal expression صح ولا لا؟ طيب انت بقى اكتبه لي algebraic expression، انا عندي طريقتين اكتبه. طب لو النمبر بتاعي ده انا هفترض مثلا ان هو m، يبقى هقول m divided by 2 ده هيديني نص ال m، هيديني هنا نص ال m، نص النمبر اللي اسمه m. او هقول half m، half m. في الحالتين سواء كتبتهولي كده او كتبتهولي كده الاتنين يوصلوك ل half of number m. طب زيها بقى third of number، تعال نسميه n، third of number n. ها يبقى تقدر تكتبه بايه؟ بطريقتين. وخد بالك انا كده مديهولك using words. طب انت هتكتبهولي with algebraic by expression، ها third of a number يعني، والنمبر ده اسمه n يعني n divided by 3. المنظر ده هيوصلك للثيرد بتاع n، او الشكل التاني third n، third n. المنظر ده برضو هيوصلك لنفس الايه؟ الالجبريك اكسبريشن بتاعك ده وده، مدام ال n نفس النمبر الاتنين هيدولك نفس الناتج n divided by 3 او 1 over 3 multiplied by ال n، الاتنين هيوصلوك لنفس الناتج. واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا التيبل دوت، والتيبل ده مهم جدا زي ما اتفقت معاكم من اول الحصة، تمام؟ تعال نبدأ نروح نبص على example number 1. تعال نشوف كده example number 1 بيقول لنا ايه. بيقول write each of the following algebraic expressions using words. ده انت عايزني مديك بص algebraic هي expressions، وعايزك انت استخدم words. الجدول اللي فات ده هيساعدك كتير. give two different written expressions for each، وكمان ده انا مش عايزك تكتب لي بس only one written expression، لا ده انا عايزك تكتب لي اتنين. يعني انا عايزك عندك كده ايه قوي في الموضوع، مش بس بتعبر عنه وخلاص، لا ده انا عايزك قوي. طب تعالى نشوف كده، هو كاتب لك اول algebraic expression x plus 4، x plus 4. طب لما نزل عند السوليوشن كتب لك ايه؟ the sum of x and 4. ما انت عارف ان كلمة sum دي يعني فيها plus، فيبقى the sum of x and 4 بص يعني هتاخد x plus 4، يبقى هتوصلني للإكسبريشن ده صح كده؟ or x increased by 4. ها انا عندي x وهزود عليها 4، معنى كده increased by دي يعني plus. طب تعال احنا نروح للتيبل بقى اللي معانا ونشوف، تيجوا نكتب ونزود كده في الاكسبريشنز اللي احنا بنعملها. اوكي انا معايا x plus 4، ها هو خلاص اخد sum. طب اوكي ايه رأيك لو قلت له the total of x and 4 هيوصلني ولا لا؟ لو قلت له x plus 4 وكتبت له plus بالكلمة كده، تمام الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، وهو خد increased by، هو قال لك x increased by 4 يعني هو اخدها، تمام. بالنسبة لmore than هقول له 4 more than x، 4 او x more than 4 مش هيفرق معايا، المهم ان هم هيوصلوني
كل الجمل اللي انا بقولها دي هتوصلني ان انا محتاج اجمع الاكس على الفور، تمام؟ طب ام ماينس فايف، ام ماينس ايه؟ فايف. بص كده هنا، تعال نبص هو كتب لي ايه الجملتين اللي كتبهم. ام decreased by 5، انا عندي ام دي وهنقص منها decreased، يعني نقصت 5، تمام؟ or التعبير التاني 5 less than m، انا معايا ام دي الكبيرة فانا عايز اوقع منها 5، هقول له 5 less than m هيبقى equal ايه؟ خد بالك ان انا لما اكتب لك، verbal expression واقول لك في 5 less than m معناها m minus 5، m minus ايه؟ 5. طيب تعال نروح للتيبل بتاعنا، انا عندي m minus 5، ايه رأيك في كلمات subtraction؟ تقدر تختار حاجة تانية تعلق بيها؟ انا ممكن اقول لك subtract 5 from m، subtract اهي هستخدم كلمة subtract، يبقى هقول لك subtract 5 from m لان انا عندي m minus 5، يبقى subtract ال 5 من ال m. طب difference، انا ممكن اقول لك the difference between، وابدأ بالكبير اللي هو m، the difference between m and 5، ايه الفرق ما بينهم؟ ما هي الكلمات دي ايه؟ زي ما اتفقنا مفاتيح، كل الكلمات دي مفاتيح، اوكي؟ مفاتيح لايه؟ للverbal expression بتاعك اللي انت هتكتبه. هو كتب 2 وانا زودت لك 2 دلوقتي مستخدمة الجدول اللي قدامي، وانت ممكن تكتب 2 تاني برضو بالكلمات اللي موجودة قدامك جوه التيبل ده. طب تعالى نبص على اللي بعدها، انا عندي 2y، تمام؟ بص كده هو نزل كتب ايه؟ the product of 2 and y، product، انا عارف ان كلمة product دي مفتاح لكلمة multiply، وعارف ان 2y، 2y انا معايا number وسيمبل، يعني هنا هو في ملتبلاي انا مش محتاجة اكتبها، انا اتفقت معاك ان عينك شايفة كلمة الملتبلاي دي حتى لو هو ما كتبهاش، مش احنا متفقين على كده؟ ف 2y ها the product of 2 and y، or 2 times y، 2 times y. طب or تعال نبص كده، لما يكون معاك 2y وعايزين نستخدم من هنا هو الكلمات اللي تساعدني ان انا اعمل verbal expression، ايه رأيك؟ بص يا ميس، هنا كلمة double دي انت قلتي معناها multiply by 2، يعني انا ممكن اقول double of y، double of number y بالظبط، ما هي دي معناها multiply by 2. twice قلتي multiply by 2 بالظبط، يعني ممكن تقول twice number y، هتوصلك لنفس الكلمة، لنفس الاكسبريشن بتاعك 2y. ها times 2 times y، واضح؟ multiplied by 2 multiplied by y. كل بص الكلمات سهلة ازاي، بص الحوار سهل ازاي، يعني انا يا ميس لو عارف الكلمات دي وفهمها كويس كده وبفتكر منها خلاص الموضوع ان شاء الله مضمون. مضمون ان انت بس تبقى عارفها كويس وتعرف تحول ما بين algebraic expression لverbal expression والعكس من verbal expression لalgebraic expression. احنا خلصنا 2y، طب تعالى z divided by 3، ها بص كده هو كاتب ايه؟ z divided by 3، ده بس شال كلمة divide وكتب divided by، يعني بص الحوار سهل ازاي. وممكن تقول the quotient of z by 3، الكوشنت ما انت عارف، dividend divisor واللي بيجي بعد الايكوال بيبقى كوشنت، صح ولا لا؟ فانت لما تقول z divided by 3 كأنك بتقول انا عايز الكوشنت of z by 3، صح كده؟ طيب بص اكتر، من ايه؟ من منظر، يعني لو رحنا للتيبل بتاعنا مثلا، ها ممكن تعالى نستخدم divided equally، ها نقولها ازاي؟ يبقى z divided equally into 3 parts، ما انا هعمل z divided by 3 يبقى z divided equally into 3 parts، واضحة؟ طيب اللي بعدها k k k k، ها تعالى ننزل نشوف كده a number multiplied by itself، ده هو خد النمبر اللي اسمه k وعمل له multiply by itself، or the product of a number and itself،
يعني multiplied by أو product of a number and itself، تمام؟ أو ممكن أقول له k times k، هي برضو نفس الكلمة بتاعتي. كلمات تعرف توظفها كويس قوي، خلص الموضوع. احنا خلصنا example number one، تعال ننزل على example number two اللي هو هنا. هو كان بيدي لك الاكسبريشنز سهلة واضحة مباشرة، تمام؟ طب لو انا بس حطيت لك فكرة في الاكسبريشنز دي، لو انا حطيت لك فكرة في الاكسبريشنز دي، هتعرف تتعامل برضو معاها ولا هتقول لا دي بقت صعبة انا مش عارف احلها؟ هو ده example number two. هنا بيقول لك write the verbal expression for each of the following algebraic expression. خلاص بقى، ما انا عارف ان انا عندي verbal ده اللي هو بالwords، وعندي algebraic وده اللي هو بالsymbols، تمام؟ طيب اول واحدة 5 + 4n، 5 + 4n. تعال نبص كده، هو معلق كاتب ايه؟ قال the sum، sum يعني plus اهو، of 5 and 4 times a number n، تمام؟ بصوا كده، sum of mean 5 اهي ال 5 and 4 times number n، and 4 times number n اهي اللي هي 4n. ممكن اقول بدل the sum the total of 5 and 4 times number n. طب هنا 2n minus 8، 2n minus 8، بص كده بدأ بال 8 يا شباب، بدأ بال 8 وقال ايه؟ 8 less than twice number n، 8 less than، يعني انا لما يكون عندي twice number n فانا هنقص منه 8، عشان كده قال لك 8 less than twice number n. خد بالك ممكن اكتبها 8 less than double number n، احنا اتفقنا ان twice هي double، احنا اتفقنا. فزي ما هو كاتب 8 less than twice number n، برضو ممكن نكتبها 8 less than double number n، متفقين؟ او ممكن اقول the difference between 2n and 8. المشكلة كلها تعبيرات، اوكي؟ كلها تعبيرات يعني سهلة، هتعرف تعبر عنها بالممارسة بالحل. طيب هنا هو 4، وانت عارف ان لما افتح قوس جنب نمبر يعني هنا كأنه في ملتبلاي باي 4 ملتبلاي باي ان ماينس 7، تمام؟ بص كده لما جه عبر عندها بالفيربال اكسبريشن بتاعه كتب لك ايه؟ 4 تايمز ذا ديفرنس بتوين ان اند 7. ما انا لازم اجيب الديفرنس، ما دام اتحط في قوس كده لازم الاول اجيب الديفرنس بتوين ان و7، ايا كان ان ده ايكوال ايه، ايا كان ان ده number equal what، لازم الاول اكون عارف difference between ال n وال 7، وبعدين اعمل لل difference ده multiply by ال 4. عشان كده لما جي علق قالك 4 multiplied by او times، هو هنا كتب times، انت ممكن تقولها multiplied by the difference between n and 7، متفقين؟ ممارسة. طب تعالى بقى ايه، خليك جدع كده، جرب توقف الفيديو، تمام؟ ابدأ فكر، check your understanding، استخدم الكلمات، بص على التيبل اللي معاك وحاول تحل، وارجع كده نقارن الحل بتاعك والحل بتاعي، متفقين؟ check your understanding. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول write the verbal expression for each of the following algebraic expressions. هو مدي لك الالجبريك اهو، وعايزك انت تكتب ايه؟ الverbal، تمام؟ طيب يلا نبدأ. أول واحدة y minus 8، y minus 8 نقول عليها ايه؟ طب انا ممكن اقول 8 less than y، 8 less than y، خلاص كده يبقى دي معناها y minus 8، ان انا معايا y وعايز انقص منه ال 8. ممكن اقول 8 subtracted from y، 8 subtracted from y، لما هطرحها ال 8 من ال y هيديني y minus ال 8. ممكن اقول the difference
between y and 8. بص الواحد اكتر من طريقة ازاي. انا عاوزاكم كده، انا عاوزاكم دايما لما تفكروا في الحل تبقى دايما عارف ان انت ممكن answers may vary، ممكن الاجابات تختلف وبيبقى في اكتر من حاجة. ده طول ما انت فاهم، ده طول ما انت فاهم. طب اللي بعدها، ها 7x 7x، ها انا ممكن اقول the product of 7 and x، product of 7 and x، تمام. طيب وممكن اقول 7 times x، 7 times x، وممكن اقول 7 multiplied by x. بص كام verbal expression انت تقدر تكتبه. طب ايه ها a number multiplied by itself، دي زي اللي كنا عاملينها فوق دلوقتي، number multiplied by itself، تمام. or the product of a number and itself، or a product of a number and itself، تمام. طب هنا هو بيقول لك 5k minus 2، 5k minus 2، هنا ممكن اقول له 2 less than the product of 5 and a number، 2 less than اهي اللي هي minus 2 دي، the product of 5 and a number، فالنمبر ده عبر عنه بانه k. وعايز تكمل وتقول and a number k براحتك، ده تمام وده تمام، المهم ان انت فاهم، المهم ان انت بتحاول تعبر عن الحاجة، تمام. طيب هنا هو 4 plus n over 3 او divided by 3، يبقى انا هقول له the sum، sum يعني plus، انا بتكلم على الجزء اللي فوق الاول اهو، of two numbers 4 and n، the sum يبقى ده الجزء اللي فوق، 4 plus ال n يبقى sum، مجموع ال two numbers اللي هم 4 and n، then divided by 3، وبعد كده هقسمهم على 3، ماشي. وممكن اقول بشكل تاني the third، ما هي كلمة divided by 3 دي معناها يا شباب the third، معناها the third هي ال مش عارفة اجيب الكتاب اهو، ممكن اقول the third، تمام، of the sum of two numbers 4 and n، ممكن اسميها the third of the sum of two numbers اللي هم 4 and n، فتبدأ تجمع ال 4 بلس ال n وبعدين تعمل لهم divide by 3، دي معناها third برضو of the sum of two numbers، تمام. ما احنا هو بص كده في الكلمات بتاعت divide بتاعي عندي ايه، عندي third، عندي هاف، تمام. اتفرج على التيبل ده كويس واسمع الدرس اكتر من مرة، يعني الحوار مهم والتيبل مهم ولازم تبقى قوي جدا في الموضوع ده، ماشي. تعالى نبدأ نبص على example number 3. هنا بيقولك write the algebraic expression for each of the following written expressions، هو مديلك ال written expression وعايزك تكتب algebraic، تمام. طب بيقولك twice a number less than 10، twice a number، طب هو مين النمبر؟ انت حط له symbol،
اكس واي زد زي ما انت عاوز بقى، زي ما انت عاوز. المهم ان توايس ا نمبر ده ليس ذان 10، يبقى مين الكبير اللي معاك؟ ال 10، لان التوايس بتاع النمبر ده ده اللي انا هطرحه من ال 10. تمام، ما هو ليس ذان ديت من الكلمات اللي فيها ماينس، متفقين؟ يبقى انا عندي 10 ماينس توايس ا نمبر، اتفقنا ان توايس يعني 2 ملتبلايد باي، طب النمبر ده سميه ام، سميه اكس، سميه واي، زي ما انت عاوز، متفقين؟ يبقى 10 ماينس 2 ام دي معناها توايس ا نمبر، تمام، ليس ذان ال 10 يعني مطروحه من ال 10. طب 3 تايمز ذا سام اوف ذا نمبر اند 4، 3 تايمز ذا سام اوف ا نمبر اند 4، يبقى انت عندك نمبر، تمام. والنمبر ده تمام المفروض ان انت هتجمعه، بص كده، sum of a number and four، ده الجزء الاولاني اللي تفكر فيه، ده الجزء الاولاني، انت عندك number هتجمعه على four، ايا كان النمبر x y z، احنا خلاص متفقين انا هعمله y plus four مثلا، sum of number and four. طب مالهم بقى sum of number and four؟ انا عايز three times للحوار ده، يبقى هحطه جوه قوس كده واقول له 3 ملتبلايد باي الواي بلس الفور، دي معناها 3 تايمز سم اوف نمبر اند 4، 3 تايمز، انت عارف ان لما بكتب ال 3 ومفيش حاجه هنا بلس ولا ماينس معناها ملتبلاي، يبقى دي معناها 3 تايمز سم اهو بلس نمبر اند 4. طب ا نمبر ديفايدد باي 5، نمبر ديفايدد باي 5 is increased by 8، هنمشي step by step، number divided by 5، يبقى انت معاك number هسميه n، ها number divided by 5 يبقى over 5، ادي number divided by 5 increased يعني plus by 8. بس انت ماشي خطوه بخطوه، كل كلمه بتترجمها قدامك للالجبريك اكسبريشن المناسب ليها، number سميته n divided by 5 over 5، ما انت عارف ان المنظر ده معناه over 5، increased by 8 plus 8، خلصناها خلاص، واضحة؟ هو هنا طبعا انا استخدمت symbols وهو استخدم symbols تانية، يعني انا هنا استخدمت m هو استخدم x، انت استخدم y مفيش مشكلة، انا هنا استخدمت y هو استخدم a مفيش مشكلة، انت قول m ما زي ما انت عاوز، انت عارف ان حوار symbols ده انت حر فيه، تمام؟ انا هنا استخدمت ان هو استخدم كي، خلاص بقى يعني الفكره بقت واضحه. example number 4 بيقول لك write an algebraic expression for each of the following world situations، مواقف حياتيه فعلا وانت محتاج تعبر عنها بالجبريك expressions، تمام؟ ها هنا بيقول لك رودي جيبوست، جيبوست دي من الكلمات اللي فيها بلس، اللي فيها بلس، 5000 باوندز in her bank account، هي راحت عندها حساب في البنك وحطت على الفلوس اللي عندها 5000 باوندز، يبقى ده معناه ايه؟ ها يبقى معناه ان هنفترض ان حسابها في البنك في اكس باوندز مثلا، هي زودت عليه يبقى بلس 5000، لو انت مش عارف ان ديبوسيت دي بتحط لها بلس راح منك السؤال، يبقى دي كلمه مفتاح في السيتويشن اللي قدامك، متفقين؟ يبقى ديبوزيت بلس او دعت حطت فلوس يعني. طيب مصطفى بوت 7 بوكسز، اشترى 7 بوكسز each of x bins، كل بوكس جواه عدد x من الاقلام، ها السيتويشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن 7x، طبعا قول اوعى تقول لي 7 ملتبلايد باي اكس، ما انت فاهم بقى ان خلاص المنظر ده بالنسبه لك ترم، انت عارف ان انت مش محتاج تكتب ملتبلاي، خلاص عينك اخذت على المنظر ده، وخد بالك ان هو هنا محددك بالايه؟ باكس، هو محدد لك السيمبل اللي انت هتستخدمه، ما تروحش انت بقى تقول لي 7 ام والميس قالت، هو هنا في المساله محدد لك اكس، فانت هتستخدم اللي هو كاتبه. طيب the perimeter of rectangle whose length 10 سنتيمتر and width w سنتيمتر، يمس انا عشان اعرف اعمل ال perimeter of rectangle لازم اكون عارف القانون بتاعه بالظبط، فاكرين قانون ال perimeter of rectangle اهو b
equals length plus width بين قوسين multiplied by 2. وعشان انت كبير دلوقتي، عشان انت كبير بقى في grade 6، فانت خلاص فاهم ان القوس مش لازم تكتب فيه او جنبه multiply. يعني نفس القانون انا ممكن اكتبه 2 وافتح قوس كده ال بلس دبليو، التو اهي ملتبلاي باي تو كتبتها في البداية كده ملتبلاي باي لينس بلس ويتس، ما هو ده البرميتر اوف ذا ريكتانجل. انا ما عملتش حاجة في القانون غير اني شلت كلمة ملتبلاي لان انت بقيت عارف الصورة دي. طب الكلام ده ايكوالز، التو موجودة في القانون مش هعمل لها حاجة، هفتح القوس بتاعي. تعال نشوف كاتب لي ايه على اللينس. ها برميتر اوف ريكتانجل هوز لينس 10 سنتيمتر، هشيل ال واحط 10 بلس. كاتب لك ايه على الويتس؟ اند ويتس دبليو سنتيمتر، يبقى الدبليو هتفضل دبليو. هي كده خلاص خلصت. يبقى البي بتاعك الاكسبريشن عباره عن 2 ملتبلايد باي 10 بلس الدبليو. مش مطلوب منك تحسبه بكام، انت مش انت مطلوب منك بس تكتب الاكسبريشن بالمنظر ده، 2 ملتبلايد باي 10 بلس دبليو. طبعا لو انت مش عارف القانون بتاع البرميتر اوف ذا ريكتانجل ضاع السؤال. الحاجات دي طبعا بص هو بيدخل لك شغل تراكمي، طبعا برميتر انت خدته قبل كده تمام. طيب هنا بيقول لك an amount of money، كمية من الفلوس، divided among five persons، خدنا الفلوس دي وقسمناها على five persons. طب هو قال لك الماني دي قد ايه؟ ما قالكش، حط انت السيمبل اللي يعجبك. هكتب له m divided by five يعني over five. then each of them spend 27، صرف كل واحد منهم بعد ما خد نصيبه اللي هو m divided by 5 spend صرف 27، يبقى الكلام ده minus 27. يبقى خدنا الفلوس قسمناها على الخمس اشخاص وكل واحد بعد ما خد نصيبه اللي هو m divided by 5 دي صرف منهم يعني minus 27. بص ترجمة، يعني هو يديلك بالكلام انت تكتب على طول الالجبريك اكسبريشن بتاعك، مربوطين ببعض كده ما فيهاش نقاش. طيب احنا كده خلصنا اكزامبل نمبر 4، تشيك يور اندرستاندينج. يلا يا شباب جرب تحل لوحدك الاول في لحظه كده وارجع للفيديو. رايت ان الجبريك اكسبريشن فور ايتش اوف ذا فولوينج، تمام. اد 5 تو ا نمبر، يطلع النمبر اكس واي زد زي ما انت حر. ادي ال بلس 5، اد يعني في بلس، سبتراكت 3 فروم 5 تايمز ا نمبر. خد بالك كده subtract 3 دي، ده الجزء الثاني، ده الجزء الثاني من الاكسبريشن اللي انت هتكتبه. from ايه؟ اه ده البدايه بقى 5 times a number يعني 5 m مثلا minus 3. انا كده عملت subtract لل 3 من ايه؟ من 5 times a number. شايف المنظر عامل ازاي؟ طب distribute، ابدا قسم لي x plus 5 pieces of candy among 8 boys. يبقى بص ده الرقم الاولاني بتاعك x plus 5 وديستريبيوت يعني عندك ديفايد، تمام. يبقى x plus 5 over among 8 boys. يا ميس هو انا ينفع اكتبها x plus 5 divided by ال 8؟ ينفع، المنظر ده صح والمنظر ده صح، الاتنين نفس المعنى، متفقين؟ ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.